السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشوفوا معنا هذا خاتم فيه أسحار، يعني وبإذن الله سبحانه وتعالى، يعني كتنبيه لبعض الإخوة والأخوات، يعني اللي كيجيهم الخواتم كهدية أو ككادو مثلا، أنه يقلب الخاتم مزيان، وإذا كان في الأمر مشكوك من الأمر ديالو انه يديره في الماء مرقي ويديه عند صاحب الخواتم باش يمحي ليه هاد السحر. كما كتشوفوا معنا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا خاتم فيه اسحار، الحمد لله بعد ما درناه في الماء المرقي دابا جينا عند خونا باش غادي يمحيه. الله يجازيه بخير، تمحي لنا خونا ان شاء الله، الله يرحم لك الوالدين، باش نعطيه المولى ان شاء الله يكون سالم ومعافى. جزاك الله خير وبارك الله فيك واحسن الله اليك. صعيب تصوير الشيف داخل عبد الرحيم، ديروا مو الشيطان، نسال الله السلامه والعافيه.